الأخبار من قناة الوطنية، والبداية بأبرز العناوين. افتتاح قمة الساحل في نواكشوط. الإعلان عن منتدى يجمع أطيافا واسعة من القوى الداعية إلى التغيير في البلاد. مظاهرات في نواكشوط مطالبة بتنفيذ الشريعة في كاتب المقال المسيء. وفي النشرة أيضا، العربات بمدينة ألاج وسائل نقل لا تتقاعد. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز أن الجيش الموريتاني فرض إغلاقا تاما للحدود في وجه ما سماها العصابات المسلحة، في إشارة منه لمقاتل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ممن سيطروا قبل فترة على أجزاء من جمهورية مالي. وأشاد العبد العزيز في افتتاح قمة ساحل في نواكشوط بدور جنود تشاد في مالي، مضيفا أنهم تمكنوا بفضل تضحيتهم من إخراج من سماهم الإرهابيين من مالي. تفاصيل أكثر عن قمة الساحل التي انعقدت اليوم في نواكشوط مع زميل قرين موينو. قادة دول الساحل يجتمعون في نواكشوط، اجتماع هو الأول من نوعه لقادة هذه الدول، حيث سيناقش قادة هذه الدول أهم التحديات التي تواجه شعوب الساحل، التهديدات الأمنية وأفاق التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. أولا نبي تعرف أن القمة هذه جت بعد جولة أمين عام الأمم المتحدة في المنطقة، هذه في الدول الخمسة التي اجتمعت اليوم في القمة الخاصة هنا في نواكشوط. البرنامج هو برنامج اقتصاد خاص للمنطقة هذه، لكي الدول الخمسة هذه تحصل على إمكانية خاصة إضافة على الإمكانية اللي كانت تحصل فيها من خلال برنامجها التعاون مع المؤسسات هذه. وينبغي من الدول هذه يعني تقوم ببرنامج خاص للتمنية والأمن في المنطقة. تعاني شعوب هذه الدول من الفقر والجهل والمرض، إضافة إلى شبح الإرهاب الذي بات يهدد المنطقة وتداعيات الحرب الأخيرة في مالي التي ما زالت أثارها قائمة. الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز المستضيف للقمة أشاد بدور جنود تشاد في مالي، مضيفا أنهم تمكنوا بفضل تضحياتهم من إخراج من سماهم الإرهابيين من مالي. أشيد بدور جنود تشاد في مالي الذين تمكنوا بفضل تضحيتهم من إخراج الإرهابيين من مالي. إن المجتمع الدولي ضاعف من مبادراته لصالح منطقة الساحل، معززا بذلك القناعة بأهمية تجذير السلم والتنمية المستدامة في الساحل من أجل الاستقرار في إفريقيا والعالم. إن النجاحات في مجال السيطرة على المخاطر والتضامن الدولي مع منطقتنا يبشر بديناميكية جديدة تتوجب علينا رعايتها واحتضانها خدمة لأهدافنا في مجال السلم والرقي. الرؤساء الخمسة سيناقشون مسائل تتعلق بالتعاون الأمني المشترك، خصوصا التهديدات التي يمثلها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومجموعات المهربين التي تنتشر في منطقة الساحل، بالإضافة إلى مشكل الأمن الغذائي ومكافحة الفقر اللذين سيشكلان محورين أساسيين في القمة. قمة دول الساحل المنعقدة اليوم تبحث في ملفات التعاون الأمني بين الدول الأعضاء وقضايا التعاون الاقتصادي، ملفات يسعى قادة هذه الدول إلى وضع حلول لها. قرين مينو، الوطنية، نواكشوط. للتعليق على هذا الموضوع معي هنا في الاستديو الشيخ محمد حرمة، وهو صحفي مهتم بشؤون الساحل. أهلا وسهلا بك بداية. يقال إن هذه القمة وليدة ضغط فرنسي على هذه الدول لإيجاد إطار أمني يحفظ لفرنسا، أو ما يمكن أن يسمى حفظ مصالح فرنسا في المنطقة، هل هذا صحيح؟ طبعا من الناحية الرسمية لا يمكن تأكيد هذا الموضوع، ولكن الجميع يعلم أن فرنسا تخوض حروبا في هذه المنطقة، في مالي، في إفريقيا الوسطى مؤخرا، لديها مصالح في النيجر، في مالي، في موريتانيا حتى، وفي تشاد طبعا. هذه الدول
إن كنا عندما ننظر إلى السنوات الماضية تشكل منطقة ملتهبة قابلة للانفجار في أي لحظة، ربما انفجرت في مالي، النيجر هي الحلقة الأضعف الآن، بنظرة واقعية لما يجري في منطقة الساحل عموما، نرى أن مصلحة فرنسا تكمن في توحيد جهود هذه الدول، توحيد جهودهم من الناحية الأمنية، توحيد جهودهم من الناحية التنموية، لأن الاستقرار في هذه المنطقة يخدم المصالح الفرنسية أكثر، أو على الأقل إذا نظرت فرنسا إلى مصالحها بطريقة منطقية ومنهجية فإن الاستقرار في هذه المنطقة يخدمها بشكل أكبر. هذا عدا عن أنه أن هذه الدول خلال السنوات الماضية والتجارب التي مرت بها حصل أو توصلت إلى قناعة راسخة بأن الاستقرار، التنسيق الأمني، التنسيق حتى على المستوى الاقتصادي يشكل رهانا يضمن لها المستقبل أفضل مما هي عليه الآن. وبالتالي هذا التنسيق ظهر في تجارب سابقة في دول الساحل والصحراء سينصاد، ظهر في دول الميدان وهي نيجر ومالي وموريتانيا والجزائر التي تركز على الجانب الأمني بدل الجانب التنموي، ظهر الآن مع هذه المبادرة التي تركز على دول الساحل باستثناء الجزائر مع إضافة بوركينا فاسو وتشاد. وبالتالي هذه المبادرة الجديدة التي بدأت اليوم في نواكشوط تركز على الجانب التنموي، تحاول أن تقدم رؤية اقتصادية بدل التركيز طبعا على الجانب الأمني الذي سيبقى حاضر، ولكن يحاولون في هذه المبادرة الجديدة أن يعطوا الأولوية للتنسيق الاقتصادي، محاولة النهوض بهذه المنطقة التي تعتبر من أفقر مناطق العالم رغم ما تسخر به من خيرات ومقدرات اقتصادية. نعم، هذا التنسيق الاقتصادي الذي تحدثت عنه الآن، هل يمكن أن يصل إلى مستوى التنسيق الأمني؟ طبعا التنسيق الأمني والتنسيق هو ليس خيارا وإنما هو ضرورة حتمية بالنسبة لهذه الدول. كما سبق أن قلت هذه الدول أو على الأقل مالي والنيجر والجزائر والتشاد كانت تنسق أمنيا في إطار ما يعرف بدول الميدان. دول الميدان التي تتخذ من تمرست في الجزائر مركزا لعملياتها، هنالك قادة الجيوش يجتمعون بشكل دولي، هنالك محاولة لإجراء نوع من التنسيق الأمني. ربما فرنسا والمجموعة الدولية التي تحاول جيدة أن تجد موطئ قدم لها في هذه المنطقة الإفريقية المليئة بالخيرات والمليئة بالمقدرات الاقتصادية الهائلة، ربما وجدت قناعة تؤكد لها أن على هذه الدول أن تنسق بشكل أمني بشكل أفضل، على الأقل أن يكون تنسيقها الأمني يتيح لها فرصة أن تجد أن تخطط بشكل أفضل للتواجد في هذه المنطقة. نحن نعلم أن الجزائر كثيرا ما شكلت عائقا أمام أي تدخل أجنبي في منطقة الساحل، لاحظنا ذلك بشكل جلي في تجربة شمال مالي عندما وقفت الجزائر طيلة أشهر طويلة وهي تعارض أي تدخل أجنبي. وبالتالي وجود هذه الدول الخمسة في بوتقة باستثناء الجزائر، ونرى كأنه نوعا من محاولة إزاحة الجزائر من المشهد في الساحل، هو يعطي بشكل واضح أن هنالك ربما أيادي غربية أو من يحاولون أن يعطون دورا أقل للجزائر في المنطقة، أن يقولون لهذه الدول أنتم قادرون على الوقوف من دون الجزائر التي تعتبر هي القوة الكبيرة في منطقة الساحل. نعم، الشيخ محمد حرمة صحفي مهتم بشؤون الساحل كنت معنا هنا في الاستديو، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. أعلن في نواكشوط عن تنظيم منتدى يجمع أطيافا واسعة من القوى الداعية إلى التغيير، وهي مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية والمركزيات النقابية وهيئات المجتمع المدني والمنظمات الشبابية والشخصيات المستقلة، وهو لقاء موسع تحت عنوان منتدى الديمقراطية والوحدة، وسيلتئم في 28 من فبراير الجاري. وقال القائمون على المنتدى في بيان اليوم إنهم يهدفون إلى التصدي لرهانات الحاضر ومخاوفه برسم استراتيجية توافقية وأهداف لمواجهة الانتخابات الرئاسية المرتقبة حتى يجري الاقتراع في ظروف تضمن الشفافية والنزاهة والمصداقية وتكون موضع إجماع. وعن الحراك السياسي الأخير في البلد نتابع التقرير التالي. لقاء مرتقب بين أطياف تفرقها مصالحها الخاصة وتجمعها معارضة الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز. أطياف من الأقطاب والتيارات الشبابية المعارضة تحضر الاجتماع العام يوم 28 فبراير الجاري. أهم هذه الأطياف منسقية المعارضة الديمقراطية ذلكم القطب الذي حرم من قبة البرلمان الحالي،
بعد أن اتخذ قراره السياسي الصعب بمقاطعة انتخابات 23 نوفمبر 2013. المعاهدة من أجل التغيير، تيار يتشكل من حزب التحالف الشعبي التقدمي وحزب الوئام الوطني وحزب الصواب، لا هو من منسقية المعارضة ولا هو من معارضة الراديكالية، له حظ من البرلمان والمجالس البلدية الحالية. أما حزب تواصل المشارك في المنتدى المرتقب فإنه حزب خرج حديثا من عباءة المنسقية ليشارك في الانتخابات البلدية والبرلمانية الأخيرة ويحصل على عدة مقاعد. ويستبعد مراقبون أن تتوحد هذه القوى المتناقضة في التوجهات على مرشح رئاسي واحد، خاصة أنها لم تفلح في توحيد قرار المقاطعة في الانتخابات البرلمانية والبلدية قبل 3 أشهر. مختار بابتاح، الوطنية، نواكشوط. خرجت صباح اليوم مظاهرات طلابية في العديد من مدارس وأحياء نواكشوط تطالب بإعدام كاتب المقال المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالإسراع في تطبيق الشريعة على ولم خيطير، كما خرجت مظاهرات أخرى من جامعة نواكشوط تحمل نفس المطالب. أفادت مصادر إعلامية أنه سيعلن في الساعات القادمة عن تعيين رئيس الجمعية الوطنية السابق مسعود والبلخير رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ثالث جمعية دستورية بموريتانيا. ومن المرجح أن تعيين والبلخير جاء بعد صفقة بينه والنظام تم بموجبها التنسيق في اختيار رئيسة المجموعة الحضرية. قالت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني إنها قررت الدخول في إضراب ابتداء من 16 مارس المقبل. وأكدت النقابة في بيان لها اليوم إلى أنها سبق وأن تقدمت بعدة تحذيرات إلى الوزارة المسؤولة عن التعليم الفني ولم تأخذها بعين الاعتبار. وأشارت النقابة إلى أنها ستواصل نضالها من أجل تحقيق الأهداف كافة بكل أشكال النضال المسؤولة والمشروعة وفق تعبير البيان. قالت مصادر مطلعة لقناة الوطنية إن المكتب التنفيذي لحزب الحراك الشبابي من أجل الوطن قد جمد عضوية عمدة المذرذرة عضو مكتبه التنفيذي عبد الوهاب والحامد، والأمين العام للحزب مدير المكتب الوطني للصرف الصحي حمزة والعمر، وكذلك أمين السياسات للحزب الشيخ أحمد والتلمودي. ويأتي تجميد العضوية بعد أن باين عن مشاكل يعيشها الحزب منذ إقصائه من التشكيلة الحكومية الأخيرة. نظم ائتلاف من منظمات المجتمع المدني ورشة لتكوين الفاعلين الجمعويين المهتمين بتطوير التعليم في مجال التقنيات المناصرة والتسيير والولوج إلى النتائج المرجوة من التعليم في موريتانيا. محمد السالك داهي حضر الورشة وأعد التقرير التالي. التشجيع والتآزر من أجل تحقيق التعليم للجميع ودمج الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة كانت من أهم أهداف ورشة المناصرة المنظمة من طرف ائتلاف المنظمات الموريتانية من أجل التعليم، والتي تضم 27 منظمة ناشطة في مجال حقوق المرأة ومكافحة التسرب والعنف في المدارس، وبدعم من شبكة المنظمات الإفريقية من أجل التعليم للجميع. الورشة ستمكن الفاعلين الجمعويين من تسيير الموارد المادية ودعم الدولة للوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها، ويقوم بتنفيذ ملتقيات تكوينية يعكف أولا على تكوين قدرات المجالس المنظمات من أجل المناصرة والتخطيط والبرمجة من أجل تحديد الأولويات التي يعاني مشاكل الأولوية التي يعاني منها التعليم في بلادنا. الورشة ستستمر 3 أيام من أجل وضع استراتيجية تحول مفهوم التعليم للجميع من مجرد شعار إلى واقع معاش. محمد سالك الداهي، الوطنية. احتجت مجموعة من الصيادين التقليديين زوال اليوم أمام مبنى ولاية واديبو على ما قالت إنه قرار صدر عن وزير الصيد الجديد يقضي بإلزامية تسديد رخص الصيد 2014 بشكل مفاجئ حسب قولهم. وطلب المحتجون الحكومة إلى الالتفات إلى العاملين في القطاع وحلحلة مشاكلهم وخفض أسعار المحروقات وتحسين الاستراتيجية التسويقية من أجل ضمان استفادة الصيادين. وفي نواذبو دائما تشهد سوق بيع وإصلاح الهواتف النقالة في مدينة نواذبو إقبالا متزايدا من طرف المواطنين الباحثين عن جديد السوق من جهة والفنيين المختصين في إصلاح الهواتف النقالة من جهة أخرى، إلا أن الولوج إلى هذا السوق تحفه بعض العقبات. لمن والمحمد أحمد زار سوق الهواتف النقالة بنواذبو وأعد التقرير التالي.
هي سوق بيع وإصلاح الهواتف النقالة في نواذيبو. هنا يبيعون ويشترون، يصدقون ويكذبون، كل شيء هنا مخصص للبيع. والأجمل في المكان هو أن باعة السوق سباقون إلى صلاة الجماعة في الأوقات التي يكونون فيها في مشاغل العمل. أما الأخطر هنا فهو أن الزائر لهذه السوق قد لا يرتاح كثيرا، فهو محاصر بقطاع الجيوب وباعة ومدمني المخدرات. نختار أولا الشيء على السوق مفتوح بجميع الأجهزة والأجهزة العالمية، ولكن مولي نختار مولي الدولة تطاح رقابة هذه الأجهزة الصينية المنتشرة هنا فيها اللي هي أكثرها فساد. لكن قادم مولي الخلطات هون الجهوية أنها تطرح الأغموم بوسطى حل المشاكل المصاعد بعد المخدرات بعد ما خل نوع من المشاكل بعد المخدرات بعد التلفونات المصرفة بعد المخدرات المصرفة. الناس المشيونات يعدلون يباعون يأخذ السلطات في دارة حتى المشاكل. البضاعة في هذا السوق رائجة جدا وأغلبها من الصناعة الصينية، أما الباعة فأغلبهم من المتجولين العابرين للأسواق. مشاكل السوق تنحصر أساسا في زحف العمالة الأجنبية وضيق المكان وانتشار مسلكيات شاذة. احنا هؤلاء نعدل التلفونات عدلوهم عقب شان الأجانب هون وعدوا يعدلون هون وعدلنا مثلاً للي نعدلوا إحنا به عدلوا به تحتنا فهمتنا والأسعار ما هي سيان. وثانياً نمضي الضرائب وحنا ما يندرع لهم الضرائب وإحنا نعانوا من الضرائب دائما يندرع لنا الضرائب ويندرع لنا المشاكل كاملين فهمتني. واليوم بالحقيقة نختاروا قضية الأجانب تندرس لنا في قضية موريتانيا هم عادوا خالدين وظهر عنهم الضرائب ما ينطرح لهم الضرائب. رغم الخدمات التي تقدمها هذه السوق الخاصة ببيع وإصلاح الهواتف النقالة في نواذيبو وما تمتص من بطالة بين صفوف الشباب، إلا أن البعض من باعتها المتجولين وتجارها الثابتين يتطلعون إلى إصلاحات عاجلة أهمها الحماية الأمنية والحد من العمالة الوافدة. لمن والمحمد أحمد، الوطنية، نواذيبو. وإلى ألاك، حيث تمثل العربات التي تجرها الحمير والخيول وسيلة نقل لا غنى عنها لسكان مدينة ألاك في ظل غلاء أسعار البنزين وارتفاع معدل أجرة السيارات بين أحياء المدينة. مراسلنا عبد المجيد والإبراهيم ومزيد من التفاصيل. هنا في وسط مدينة ألاك لا صوت يعلو فوق صوت العربات التي تجرها الخيول أو الحمير تزاحم سيارات الأجرة، وعليها يسير المواطن البسيط وهو في قمة النشوة وكأنه يستغل إحدى السيارات الفارهة بأجرة رمزية تصبح معها العربة وسيلة نقل لا تتقاعد. نقص المرصة نرد الناس نقص بوهوك أتينا إن دشرة مولين هوك نتر وفاصل عينو يجبروا 100 وعينو يجبروا 150 يجبروا 200 هذا هو شقرتنا نردو العليات نردو دبش أكام الحمد لله شاكم نردو مدي عينو مبارك. بين أحياء مدينة ألاك مترامية الأطراف لا يجد المواطنون من ذوي الدخل المحدود وسائل نقل أكثر ملائمة من العربات استغلونها للنقل والسقاية وجلب العشب واكتساب الرزق، وربما استخدموها للزينة. أنا حين شيء إن شاء الله صارت من قال الوالد شبون ياكل بيعوا 300 بيعوا 250 ياكل 300 هذا شبون شيء من العشب. لا يعرف أصحاب العربات من مظاهر الدولة سوى البلدية التي ترتبط في أذهانهم بجباية الضرائب ومضايقة الفقراء في أرزاقهم. أنا عندنا هنا واحدين بعد كانوا يجبوننا الضريبة مرة يجبوننا 3000 يجبوننا 4000 رغم منظرها غير السياحي والحوادث التي قد تسببها داخل المدينة يبقى ترك الجواد وحيدا آخر ما يفكر فيه أصحاب العربات بمدينة ألاك.
عبد المجيد الإبراهيم، الوطنية، ألاك. والآن نبقى مع الجولة الرياضية مع أبو بكر تورو. عادت عجلة البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم للدورة من جديد بعد شهر من التوقف بسبب مشاركة المنتخب الوطني للاعبين المحليين في نهائيات الأمم الإفريقية للاعبين المحليين الأخيرة في جنوب إفريقيا. وافتتحت منافسات بالجولة 29 من مرحلتية بالبطولة، حيث شهدت مباريات الجمعة من الجولة 9 تغلب زمزم على ضيفه كدية زورات بأربعة أهداف لهدفين، والأكثر على ضيفه لكوار بترازا بهدف وحيد. أما كهيدي فقد فرض التعادل على ضيفه سنيم كانسادو بهدف لمثله. أما بالنسبة لمباريات اليوم الثاني من منافسات الجولة 9 يوم السبت، فقد تمكن العصابة من الإطاحة بمضيف الحرس بهدفين لهدف، فيما انتهى لقاء تجيكجا بناظره الجيش بالتعادل السلبي. فيما تأجلت مباراة أفسيا ضد جمل سطارة بسبب مشاركة أفسيا نواذيبو لتصفيات دوري أبطال إفريقيا. ذكر موقع كرة إنفو أن مصادر إعلامية تونسية أفادت أن نادي حمام الأنف الذي يلعب في صفوفه نجم المنتخب الوطني المرابطون إسماعيل جاكيتا قد ينسحب من مباريات البطولة التونسية لكرة القدم، وقد لا يلعب مباراته القادمة في الجولة 19 ضد الأولمبي الباجي بعد أن أغلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحساب البنكي للنادي، وبالتالي لم يعد بإمكانه أن يتصرف من الناحية المالية. وقد تعجل أزمة النادي التونسي في مغادرة اللاعب الموريتاني المطلوب في أكثر من نادي من أندية صفوة تونسية بعد تألقه في الدوري التونسي الممتاز. جاكيتا انتقل بداية الموسم الحالي لمدة 3 سنوات قادما من نادي الكونكورد. وإلى منافسات الجولة الثانية من البطولة الجهوية لأندية الدرجة الثانية الخاصة بولاية نواكشوط، حيث تمكن فريق أفسن نواكشوط من الإطاحة بضيفه الهلال التابع لمقاطعة الميناء بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد يوم السبت على ناجلة ملعب المرحوم شيخ أول البيدية بغلب العاصمة نواكشوط. من جهته تغلب اتحاد الرياضيون التابع لمقاطعة سبخة على الدرك الوطني بهدفين لهدف، وبهذه النتائج عزز أفسن واكشوط موقعه في الصدارة متقدما على اتحاد الرياضيين بفريق الأهداف. توج نادي الكوكب الرياضي التابع لنادي الكوكب الثقافي والرياضي بمدينة تجكجا عاصمة ولاية تقانت بطل للدوري الجهوي لكرة القدم بولاية تقانت الذي انتهى يوم الجمعة الماضي، وذلك بتربعه على صدارة الدوري الجوي. وسيكون نادي الكوكب ممثلا لأندية ولاية تقانت في منافسات البلاي أوف المؤهل إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم. وخلال حفل اختتام منافسات البطولة تم تقسيم جوائز على الأندية التي احتلت المراكز الأربع الأولى من طرف العصبة الجوية لكرة القدم بتقانت، وهي نادي الكوكب صاحب المركز الأول، ونادي التنوير الذي احتل المركز الثاني، والنصر صاحب المركز الثالث. أما الجائزة الرابعة فكانت من نصيب فريق الأكاديمية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. افتتاح قمة الساحل في نواكشوط. مظاهرات في نواكشوط مطالبة بتنفيذ الشريعة في كاتب المقال المسيء. الإعلان عن ميلاد منتدى يجمع أطيافا واسعة من القوى الداعية للتغيير في البلاد. وفي النشرة أيضا تابعتم العربات بمدينة ألاك، وسائل نقل لا تتقاعد. كما يمكنكم مشاهدينا التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني info@alwatania.mr. أطيب المنى والسلام عليكم.